شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية المفوض الأوروبي للتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة العربي ومجموعة هيلر الألمانية بهدف تصنيع منتجات هيلر بمكونات مصرية. يأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تماشياً مع توجيهات الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية من خلال تصدير المكونات التي تقوم بتصنيعها مجموعة العربي في مصانعها بمصر. أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تتوسع شركة شنايدر إلكتريك في توطين صناعة مكونات قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشروعات القومية الكبرى. وخلال لقائه مع الرئيس التنفيذي للمعاملات الدولية بالشركة على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، أكد مدبولي أن شركة شنايدر يمكنها الاستفادة من الموقع والاتفاقيات التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد من الدول والتجمعات لتصدير المكونات إليها. كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة. يستهدف المشروع إنتاج حوالي 13,000 طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر الذي يتم تحويله إلى ما يقرب من 70,000 طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة. كما شهد رئيس الوزراء أيضا توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس الشقير. يأتي المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعا لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية بشأن إجراء دراسة جدول تصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية وشركة فولكس فاجن أفريقيا. يأتي توقيع الاتفاقية والتي جاءت على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة في إطار جهود الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تركز خلال الفترة الحالية على توطين صناعة مكونات المشروعات القومية محليا، ومن بينها مكونات مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي. وخلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة باماج الألمانية على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أكد مدبولي رغبة مصر في مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات، مجددا التأكيد على أن توطين صناعة مكونات محطات المعالجة هو أولوية قصوى للحكومة. أعرب مدبولي عن تقديره للتعاون مع شركة إني الإيطالية الذي استمر في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر على مدار الفترة الماضية. وخلال لقائه مع رئيسة منطقة شمال أفريقيا والشرق العربي بالشركة الإيطالية على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أكد مدبولي دعمه للشركات الأجنبية العاملة في مصر بمجال البترول والغاز والوفاء بجميع الالتزامات تجاه الشركاء الأجانب العاملين في هذا القطاع الحيوي. ثمن رئيس مجلس الوزراء نجاح شركة سكانك النرويجية في التوقيع اليوم على عقدين مهمين لشراء الأمونيا الخضراء من مصر. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي الرئيس التنفيذي لشركة سكانك النرويجية على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث أكد رئيس الشركة النرويجية أن تحالف مصر للهيدروجين الأخضر الذي تقوده الشركة مع صندوق مصر السيادي وعدد من الشركات قد نجح في توقيع اتفاق ملزم لبيع الأمونيا الخضراء لمدة 20 عاما. أكدت وزارة التجارة الخارجية القطرية تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 17.6 مليار ريال في مايو الماضي بتأثير من ارتفاع قيمة فاتورة الواردات السلعية. وأشارت وزارة التجارة الخارجية القطرية أن قيمة صادرات قطر بلغت 28.1 مليار ريال في الشهر الماضي بارتفاع سنوي نسبة 1% بدعم من زيادة قيمة صادرات زيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية
قارية غير خام. أكدت وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان أن معدل التضخم في السلطنة خلال العام الجاري ظل ضمن حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة، وبما يتوافق مع مستهدفات السياسات الاقتصادية والمالية. ووفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، سجل معدل التضخم أقل من 1% خلال عام 2023، وارتفع خلال الفترة من يناير حتى إبريل من العام الحالي بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أكدت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن الديون الخارجية غير المسددة للصين بلغت 2.51 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي. وأشارت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي إلى أنه من المتوقع أن يحافظ حجم الديون الخارجية للصين على مستوى مستقر، مضيفة أنه مع تباطؤ وتيرة التضخم العالمي وتنفيذ السياسات الكلية المحلية سيكون أساس استقرار حجم الديون الخارجية أكثر صلابة.